السلام عليكم. موعد المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي ضمن إطار استعداد كلا المنتخبين لكأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار والقنوات الناقلة لهذه المباراة، حيث ضمنت الجزائر التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد تصدرها ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات، وضمنت تونس بدورها التواجد بالنهائيات بعد تصدرها ترتيب المجموعة العاشرة بالتصفيات، وتستقبل الجزائر تونس في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على ملعب 19 مي بعنابة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب أن يتم نقل هذا اللقاء على قناة الجزائرية الأولى.